نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجوك، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنات العامة. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة مع ضمان توفر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كوجوك وزير المالية، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية بهدف تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، كذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية. وفي ذلك الإطار وجه السيد الرئيس بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة مع ضمان توفر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين. كما تطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الاستقرار الضريبي لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية وتحقيق تحسن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطط التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. هذا وقد أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة الخطوات الجارية لتنفيذ المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس شركة هاير مصر المرحلة التالية من مجمع مصانع العاشر من رمضان، وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لشركة هاير العالمية لإقامة مجمع الشركة الصناعي المتكامل بمدينة العاشر من رمضان، مجددا التأكيد على إتاحة الدعم الكامل لتعزيز دور قطاع الصناعة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. من جهته تطرق رئيس شركة هاير مصر إلى عدد من المشروعات المستهدفة خلال الفترة القادمة استغلالا لما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر. بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مسؤولي مجموعة المنصور للسيارات عددا من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر. وخلال الاجتماع أكد رئيس المجموعة السعي للتوسع في قطاع التصنيع محليا من خلال مصانع الشركة القائمة في مصر، مشيرا إلى توجيه أغلب الإنتاج للتصدير فضلا عن تغطية احتياجات السوق المحلية. كما تم استعراض جهود مجموعة المنصور لتصنيع السيارات الكهربائية وخططها لتوطين تلك الصناعة، حيث أكد رئيس الوزراء دعمه لتلك المقترحات المقدمة من قبل الشركة ووجه بدراستها للنظر في إمكانية تطبيقها.
شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني والذي استمر لعدة أيام، ويأتي ذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات وحدة القوات المسلحة. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ مرحلة رئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال الجيش الثاني الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية أراضيه مهما كلفهم ذلك من تضحيات. بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع والتي عكست الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز لكافة العناصر المشاركة بالمشروع. وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات، وناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرار الأمثل لمجابهة كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات. وفي سياق متصل التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وكلية الضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين، حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالفرد المقاتل، مؤكدا أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار. كما وجه الشكر إلى رجال الجيش الثاني الميداني على ما قدموه من تضحيات بالغالي والنفيس لتجفيف منابع الإرهاب وتهيئة المناخ لبدء عملية التنمية والبناء بأرض سيناء الغالية. وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أدانت مصر اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنيسة الإسرائيلية ومئات المستوطنين والمتطرفين باحات المسجد الأقصى الشريف ورفع العلم الإسرائيلي بداخله، وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية وتزامنا مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى. وفي بيان لوزارة الخارجية شددت مصر على أن تلك التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم. وأكدت مصر على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.
حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا من تداعيات الاستفزازات الخطيرة لاقتحامات المستوطنين الإرهابيين للمسجد الأقصى المبارك، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الممارسات وخطورتها في استفزاز مشاعر الفلسطينيين والمسلمين والعرب. وطلب بوردينا الإدارة الأمريكية بالتدخل بشكل فوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف هذه الاستفزازات بحق الأماكن الدينية المقدسة. يأتي ذلك فيما أكدت الخارجية الفلسطينية أن اقتحام المتطرفين للأقصى يأتي في إطار الاستهداف المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية. للتطرف عنوان، وهذا الوزير الإسرائيلي هو عنوان التطرف في حكومة الاحتلال. إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي اقتحم بصحبة أعضاء بالكنيست ومئات المستوطنين والمتطرفين باحات المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخله، كل ذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وبالتزامن مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الشريف. بن غفير خلال اقتحامه للمسجد الأقصى زاد من استفزازاته وقال إن هناك تقدما كبيرا في فرض السيادة والسلطة على المسجد، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة تضمن لليهود الصلاة في باحات. زيارة تلقي بمزيد من الزيت على النار المشتعلة بالمنطقة. وفي تعليقه قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ما قام به الوزير بن غفير انحراف عن التفاهمات المستمرة منذ عقود في المكان والتي تحظر العبادة اليهودية هناك. من جهته قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن حملة وزير الأمن القومي الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى تعرض حياة الإسرائيليين وقوات إسرائيل للخطر. كانت آخر زيارة لبن غفير إلى المسجد الأقصى في يوليو الماضي، ودائما ما تؤجج مثل هذه الزيارات التوترات بشأن الحرم القدسي في وقت يتهدد المنطقة خطر نشوب صراع إقليمي واسع إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتداعياته. أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أضاف الهباش أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث من تصعيد على الأراضي الفلسطينية. الذي يتحمل المسؤولية عن كل ما يجري هو رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. بن غفير هو وزير في حكومة نتنياهو ويأتمر بأمر هذه الحكومة وبأمر رئيس الحكومة، وما قام به اليوم هو تعبير عن حقيقة وطبيعة هذه الحكومة، الحكومة التي لا تؤمن لا بتهدئة ولا بوقف للعدوان، وتقوم كل استراتيجياتها وكل سياساتها على استمرار العدوان وتكريس الاحتلال ومحاولات فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك على وجه التحديد. هذا الذي يحدث لن يلقي بظلال قاتمة فقط على موضوع التهدئة، وإنما على كل المشهد العام في المواجهة بيننا وبين الاحتلال. الشعب الفلسطيني لن يسلم بالسيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى ولا باستمرار الانتهاكات، وهذا أمر سيفتح الباب أمام تصعيد أشد خطورة. ولا يجب أن يلوم أحد الشعب الفلسطيني على أي رد فعل نتيجة لهذه الانتهاكات. أدان البرلمان العربي اقتحم وزيرين إسرائيليين ومئات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال داخله تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية. كما دعا البرلمان والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، مطالبا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصون حقوقه ومقدساته. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري
غير مقبولة. أعلنت حركة حماس أنها استهدفت مدينة تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز M90. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم سماع ذوي انفجارات في تل أبيب، لكن لم ترد تقارير عن خسائر بشرية. أكدت السلطة الصحية في غزة أن القطاع شهد 3400 مجزرة على أيدي قوات الاحتلال منذ بدء العدوان. وأشارت السلطات إلى تسجيل 1000 طفل شهيد، 16000 طفل شهيد منذ بداية العدوان، وأن هناك أكثر من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات. ولفتت إلى وجود 91000 جريح على الأقل لا يتلقون العلاج الكامل. كما أوضحت السلطات الصحية أن العدوان الإسرائيلي تسبب في استشهاد 39929 فلسطينيا وإصابة 92240 منذ 7 من أكتوبر الماضي. إلى ذلك، استشهد شاب وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينتي رام الله والبيرة. هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 624 شهيدا منذ هجمة 7 من أكتوبر الماضي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تتابع بألم وقلق بالغين الكارثة الإنسانية التي تحدث في فلسطين. وخلال استقبالية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أشار بوتين إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الفلسطيني، حيث تم إرسال حوالي 700 طن من البضائع من مختلف الأنواع، وتبذل كذلك قصارى جهدها لاستغلال كل فرصة لدعم الشعب الفلسطيني. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا حول الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة للتابعين في قطاع غزة مطلع الأسبوع، وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين. تأتي الجلسة بطلب من الجزائر، وذلك بالتشاور مع فلسطين حسب وكالة الأنباء الجزائرية. خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة، وأبقت على نظرتها المستقبلية عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى. كما حذرت الوكالة من أن حرب إسرائيل في قطاع غزة ستلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي، خاصة مع وجود مخاطر من اتساع الصراع، مما يتطلب إنفاقا عسكريا إضافيا. خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة من A+ إلى A، وأبقت على نظرتها المستقبلية عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى. الوكالة حذرت من أن حرب إسرائيل في قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2025 وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي، مع وجود مخاطر من اتساع الصراع إلى جبهات أخرى، وهو ما يعني بالإضافة إلى الخسائر البشرية أن يتطلب الوضع إنفاقاً عسكرياً إضافيا كبيرا بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. ووفقا لفيتش، فقد تأثرت المالية العامة، حيث من المتوقع أن تسجل إسرائيل عجزا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي على الأجل المتوسط. وتوقعت الوكالة أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية. فيتش أكدت أيضا أن استمرار النزاع سيتسبب في مزيد من التعطيل لقطاعات السياحة والبناء والإنتاج في المناطق الحدودية، وهو ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية. وبحسب البيانات الرسمية، فإن كلفة الإنفاق العسكري في إسرائيل بلغت 19 مليار دولار منذ 7 من أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025. هذه التكلفة ستكون الأكبر من بين حروب إسرائيل المختلفة بسبب الإنفاق العسكري الضخم واستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين يمثلون القوى العاملة في قطاعات رئيسية مثل السياحة والتكنولوجيا.
نشرة التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. إيران تنتقد دعوات غربية لحثها على عدم الرد على إسرائيل، وتل أبيب تهدد بضرب العاصمة طهران. ردت إيران على دعوات الولايات المتحدة ودول أوروبية لها إلى التراجع عن تهديدها إسرائيل، مؤكدة أنها لا تطلب الإذن من أحد للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وأشارت الخارجية الإيرانية أن الدعوات التي وجهتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا لطهران لضبط النفس فيما يتعلق بالرد على إسرائيل تفتقر للمنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إبلاغ تل أبيب لحلفائها باعتزامها الرد على أي هجوم إيراني بضرب أهداف في قلب إيران. يأتي ذلك في ظل حالة من التوتر الذي يسود الداخل الإسرائيلي وسط استعدادات متواصلة لسيناريوهات الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران. نقلت صحيفة معاريف عن رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلية بيني جانتس قوله إن إيران وحزب الله سيدفعان ثمنا باهظا إذا هاجم إسرائيل. وأضاف أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي يديره بنيامين نتنياهو غير مؤهل لإنجاز مهمته، كما أن حكومته بأكملها غير مؤهلة لتحقيق هدفها. يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل مصر وقطر وإسرائيل لبحث تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط. تأتي زيارة بلينكين في وقت تتواصل فيه الجهود الأمريكية لمنع تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. يعود وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة مرة أخرى في محاولة لنزع فتيل قنبلة موقوتة بين إيران وإسرائيل جاءت كتداعيات للحرب على غزة واغتيال قائد حماس إسماعيل هنية في طهران. موقع أكسيوس الأمريكي أفاد أن أنتوني بلينكين سيمر بإسرائيل ومصر وقطر، وهي الجولة التي تأتي وسط رفض إيراني لمطالب التهدئة سواء الأمريكية أو الأوروبية لا تدخل في سياق المنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي. وتتوقع إسرائيل ردا من إيران في أي لحظة وتعد لصده برفع حالة الجاهزية العسكرية، حيث تسود التقديرات في إسرائيل أن الهجوم الإيراني سيكون أقوى من الهجوم الذي نفذته طهران سابقا في أبريل. وتتصاعد التوترات في المنطقة حيث سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال غواصة قاذفة للصواريخ ومجموعة حاملة طائرات لإظهار دعمها لحليفتها الرئيسية إسرائيل. جولة بلينكين تأتي ليس ببعيد عن استئناف مفاوضات إطلاق النار في قطاع غزة المقررة الخميس في ظل البيان الثلاثي المصري الأمريكي القطري الداعي للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين. وما زال ملف التفاوض وتحقيق صفقة التبادل مثار جدل في الداخل الإسرائيلي الذي شهد تراشقا لفظيا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بسبب التأخر في تحقيق هذا الهدف، ووقف الطرفان يتهم كل منهما الآخر بعرقلة التوصل لأي صفقة، فيما قال نتنياهو إن جالانت يتبنى خطابا معاديا لإسرائيل. زيارة بلينكين للمنطقة قد تتغير إحداثيتها بناء على توقيتات الرد الإيراني وسياسات الحكومة الإسرائيلية، وهو ما ستسفر عنه الساعات القادمة. استهدف حزب الله اللبناني تجهيزات تجسسية في موقع مسكاف عام وتجمعا لجنود إسرائيليين في محيط سكنة ميتات،
وأعلن حزب الله أنه تمت إصابة الأهداف إصابة مباشرة. وفي سياق متصل، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين في أجواء قرى وبلدات قضاء صور وصيدا والزهران، كما تعرضت أطراف بلدة الناقورة لجهة وادي حمول في القطاع الغربي لقصف مدفعي معاد. أكدت أوكرانيا أنها ستوقف هجماتها على منطقة كورسك إذا وافقت روسيا على سلام عادل. وأضافت وزارة الخارجية الأوكرانية أن أوكرانيا لا تسعى إلى ضم أراض روسية، لكنها تهدف إلى إقامة منطقة عازلة عند الحدود لحماية شعبها وجيشها من القصف الروسي وإضعاف هجوم روسيا الذي يواصل التقدم في شرق أوكرانيا. أفادت السلطات اليونانية بامتداد حرائق الغابات في البلاد ووصولها إلى أطراف العاصمة أثينا. ووفقا للسلطات اليونانية، فقد امتد أسوأ حريق غابات ضرب اليونان هذا العام إلى ضواحي أثينا، ما أجبر السلطات على إجلاء مئات الأشخاص بعدما طالت الحرائق والأشجار والمنازل والسيارات. في مشهد يعكس سطوة التغيرات المناخية، تواصل حرائق الغابات اشتعالها في اليونان. الحرائق التي أججتها الرياح القوية جاءت بعد موجة حر غير مسبوقة، ووفقا للسلطات اليونانية فقد اندلع الحريق يوم الأحد في منطقة فارنافاس الواقعة على بعد 35 كيلومترا شمال شرقي العاصمة. وفي صباح اليوم التالي كانت أعمدة الدخان تكسو سماء أثينا. في هذا السياق، تم إخلاء أكثر من 12 منطقة بما في ذلك مستشفى للأطفال ومستشفى عسكري وعدد من دور تقديم الرعاية للمسنين والأطفال، كما أعلنت 3 مستشفيات في أثينا حالة التأهب القصوى استعدادا لعلاج أي إصابات محتملة. وفي خطوة استباقية، فتحت السلطات قاعات الرياضة لاستقبال النازحين وأمنت لهم غرفا في الفنادق، فيما طلبت من بعض المناطق الأخرى التحسب لعمليات إخلاء محتملة. ويشارك أكثر من 700 رجل إطفاء مدعومين بمتطوعين و199 سيارة إطفاء و35 طائرة في محاولة احتواء النيران، إلا أن الظروف الجوية من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح تعوق تقدمهم. وقد طلبت اليونان المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي وتفعيل آلية الحماية المدنية، وبالفعل أرسلت إيطاليا وفرنسا والتشيك ورومانيا وحدات دعم. خبراء الأرصاد الجوية والمسؤولون الحكوميون حذروا من تصاعد خطر حرائق الغابات نظرا للظروف الجوية المتوقعة من الأحد حتى نهاية الأسبوع. يذكر أن حرائق الغابات باتت ظاهرة متكررة خلال فصل الصيف، ففي عام 2018 اجتاح حريق ضخم بلدة ماتي الساحلية شرقية أثينا، وأسفر الحريق حينها عن مصرع أكثر من 100 شخص. وفي العام الماضي أسفرت حرائق الغابات في اليونان عن مقتل أكثر من 20 شخصا، بينهم 18 مهاجرا حوصروا وسط ألسنة اللهب أثناء تنقلهم عبر غابة في شمال شرقي البلاد. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي الأهمية القصوى التي توليها الوزارة للارتقاء بجودة وسرعة الخدمات القنصلية المقدمة للجاليات المصرية في الخارج، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد. وخلال اجتماعه بقيادات الوزارة المعنيين بالشؤون القنصلية وتكنولوجيا المعلومات، أكد وزير الخارجية أن قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة السابقة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج لوزارة الخارجية يهدف إلى تعزيز وتطوير وتيرة التواصل المباشر وتقديم الخدمات القنصلية للجاليات المصرية في الخارج من خلال السفارات والبعثات المصرية في دول الاعتماد، فضلا عن الارتقاء بجودة تلك الخدمات وتيسيرها، مشددا على قيامه بإصدار تكليفات فورية إلى السفراء ورؤساء البعثات المصرية في الخارج بتعزيز التواصل المستمر والدوري مع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، وتلبية لمطالبهم والعمل على ربطهم بوطنهم الأم.
عقد وزير الطيران المدني سامح الحفني اجتماعا تنسيقيا موسعا مع الأجهزة الأمنية والرقابية وكافة الجهات المعنية العاملة بالمطار، حيث تم استعراض المعوقات والتحديات التي تؤثر على انسيابية حركة الركاب بالمطارات المصرية في ضوء ما تم رصده من شكاوى العملاء. وأكد وزير الطيران المدني على أهمية التواصل والتنسيق الدائم مع جميع الأجهزة المعنية العاملة بالمطار لدورهم الرئيسي والفعال في تحقيق التكامل مع سلطات المطارات لتقديم أفضل خدمة للمسافرين، حيث تم استعراض كافة السلبيات والمشكلات التي يتعرض لها الركاب وكذلك متابعتها بشكل مستمر لوضع آلية واضحة ومنهجية عمل متكاملة تهدف إلى توحيد الجهود مع جميع الجهات، مما يحقق مرونة وسهولة لإجراءات الركاب ويقلل من عنصر الوقت والجهد. كما أكد وزير الطيران المدني على أهمية تدريب العاملين بشكل مستمر على مهارات التواصل وكيفية التعامل بحرفية مع الركاب، خاصة المنسقين والمتعاملين مع الركاب، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة اللازمة لهم. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم أكثر من 18 مليون خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النسخة الثانية في جميع محافظات الجمهورية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دعت الوزارة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن للوزارة. استقبل وزير الموارد المائية والري هاني سويلم كلا من نائب رئيس البعثة الهولندية بالقاهرة إيبا وايتمان ومسؤولي ملف المياه بالسفارة الهولندية لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه. وتم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون الفني بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم الموقع بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة. كما تم استعراض الإنجازات التي تحققت في مجال التعاون الثنائي تحت مظلة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا ودراسة إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لضمان استدامة التعاون البحثي التطبيقي بين الجانبين. والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا هبة حسين، شكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى جولاتنا أخبار المال والأعمال. التقى وزير الزراعة علاء فاروق بقيادات التعاونيات الزراعية بحضور بعض قيادات الوزارة، حيث أشار الوزير إلى أن غياب التعاونيات له تأثير سلبي على المزارعين. أكد الوزير ضرورة قيام التعاونيات بدورها في توفير مستلزمات الإنتاج الجيدة من التقاوي والبذور والشتلات والمبيدات المعتمدة حتى لا يقع المزارعون فريسة للتجار. كما أشار الوزير إلى ضرورة استغلال أصول التعاونيات وإنشاء مشروعات إنتاجية من الثروة الحيوانية والداجنة تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد.
أجرى وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق جولة تفقدية داخل مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث تفقد إدارات وقطاعات الجهاز المختلفة واستمع للعاملين وأكد أهمية دور الجهاز خلال الفترة القادمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية بكافة مكوناتها. واطلع الوزير وزير التموين على آليات عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية من حيث طرح الفرص الاستثمارية والتي تتضمن أنشطة متنوعة تجارية لوجستية وإدارية وتخزينية، حيث طرح الجهاز 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء مع رئيسة شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة كارول ميلان، وتناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر والتوسعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها في السوق المصرية. من جانبها قالت رئيسة شركة هنكل مصر إن السوق المصرية تمثل محور إنتاجها وتصديرها رئيسيا للشركة وخاصة أسواق دول القارة الإفريقية، كما تعمل الشركة على زيادة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية. أكد وزير الكهرباء والطاقة محمود عصمت أن هناك تعاونا كبيرا وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية في إطار استراتيجية التوسع في الطاقة المتجددة وتخزينها لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة. جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء لسفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم الكعبي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. من جانبها أشادت سفيرة الإمارات بما شهدته العلاقات المصرية الإماراتية من تطور متسارع، حيث باتت نموذجا يحتذى به في التعاون العربي. قرر وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي تشكيل لجنة استشارية للعمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفق النهج العلمي والعملي، وتعقد اللجنة اجتماعها دوريا لمتابعة التوصيات ووضع آليات التنفيذ والمتابعة ودعم العاملين وتذليل العقبات بصفة مستمرة. أطلقت مصر أول سوق طوعية للكربون في مصر وإفريقيا، وأول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وعمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. من جهته استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد جهود ومراحل بناء السوق الجديد بالاطلاع على كافة التجارب الدولية وبالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة. من جهته أوضح وزير الاستثمار حسن الخطيب أوضح أن إطلاق السوق المنظم لتداول الكربون الطوعي في مصر يساهم في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المالية والأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية صديقة البيئة. أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني طرح المرحلة العاشرة التكميلية بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج. أشار الوزير إلى أنه يجرى تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن 1450 وحدة سكنية بمواقع متميزة بمدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر ودمياط الجديدة وحدائق أكتوبر والسادات والمينيا الجديدة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لتنتهي وتنهي سلسلة مكاسب استمرت لخمسة أيام هبطت فيها العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتصل إلى 81 دولار و89 سنتا للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 0.5% لتصل وتحقق ما قيمته 79 دولار و63 سنتا للبرميل، بينما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.34 دولار للتر. صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.4% لتسجل 2.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت نسبة البطالة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع فيما تباطأ نمو الأجور إلى أدنى مستوى له منذ عامين، وأكد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني أن معدلات البطالة انخفضت بـ 4.2% في الربع الثاني وفي نهاية من العام بعد توقعات بزيادة طفيفة.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. نعود لاستكمال مطابقكم الأخبار في نشرتنا مع دينا وهبة. شكرا لك مصطفى ميزار. نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان ما تردد من تورط الإدارة الأمريكية في أزمة بنغلاديش بما فيها مظاهرات الاحتجاج التي أدت إلى مصرع مئات الأشخاص. وقالت المتحدثة إن أي تقارير أو شائعات ترددت حول تورط الإدارة الأمريكية في تلك الأحداث هي تقارير وشائعات كاذبة وغير حقيقية. يذكر أن رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخ حسينة والتي تتواجد حاليا في الهند اتهمت واشنطن بالعمل على عزلها من السلطة لعدم تسليمها جزيرة سانت مارتن والتي كانت ستمكن الولايات المتحدة من السيطرة على خليج البنغال. Bottom up, middle out. The president has been fighting, and the vice president has been fighting to do just that. Absolutely. Look, this is something that the president supports. والآن مع أخبار الرياض. نعود فيها إلى مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا فكري. شكرا هبة حسين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في محطتنا وجولتنا الثانية نستعرض فيها عالم الكرة وعالم الساحرة المستديرة محليا وعالميا. صعد المنتخب الوطني لناشئ الريشة طائرة لنهائي بطولة أفريقيا والمقامة بالسنغال بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0 في نصف نهائي البطولة القارية. من المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني في النهائي القاري والمقرر إقامته غدا الأربعاء مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين موريشيوس والجزائر. كان المنتخب قد تصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على بوروندي وتونس على الترتيب بنتيجة 5-0 ثم الفوز على المنتخب الجزائري بنتيجة 4-1. تجرى الآن مباراة البنك الأهلي وضيفي فاركو على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الممتاز، ويحتل فريق البنك الأهلي المركز 12 في جدول مسابقة الدوري ب 34 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز 15 برصيد 31 نقطة. لحساب المجموعة ذاتها تجرى الآن أيضا مباراة الإسماعيلي ونظير المقاولون العرب على استاد الإسماعيلية. يحتل الإسماعيلي المركز 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز 17 وقبل الأخير ب 25 نقطة، كما يحل فريق بلدية المحلة ضيفا على الجونة ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري. ويحتل فريق بلدية المحلة المركز 16 ب 27 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز 13 ب 33 نقطة. أعلن نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي ضم المدافع آرون وان بيسكا من مانشستر يونايتد بعقد يمتد لسبعة مواسم. بدأ وان بيسكا مسيرته مع كريستال بالاس قبل الانضمام إلى يونايتد عام 2019 وخاض 190 مباراة مع الفريق، ساهم في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية الجولة في أخبار الكرة والملاعب. نعود إلى هبة ودينا. أشكرك مصطفى. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سمير الإسكندراني الذي ولد في 8 من فبراير عام 1938 ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020 عن عمر نهز 82 عاما. قدم سمير الإسكندراني عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل مين اللي قال وطلعة من بيت أبوها. اللي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل. جمع بين موهبتي الطرب والرسم. ولد سمير الإسكندراني في حي الغورية بالقاهرة في عام 1938 لوالد كان يعمل تاجرا للأثاث وكان محبا للفن وصديقا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل زكريا أحمد وبيرم التونسي وأحمد رامي. التحق سمير الإسكندراني بكلية الفنون الجميلة ودرس اللغة الإيطالية
ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية في إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية في عام 1958 وهو في عقده الثاني، حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى. غنى الفنان سمير الإسكندراني في مشواره عددا من الأغاني الوطنية، منها يا رب بلدي وحبيبي وابن مصر وفي حب مصر ويانيل وأوبريت الغالية بلدي، وكذلك عدة أغاني عاطفية وخفيفة مثل قولوا لحبيبي وطلع من بيت أبوها، بالإضافة لعدة أغاني بلغات أجنبية. دراميا وسينمائيا شارك سمير الإسكندراني في مسلسل ملحمة الحب والرحيل في عام 1986 ومسلسل الطاحونة الجزء الأول في عام 1984 وفيلم دقات على بابي في عام 1989 ومسلسل الوليمة في عام 1979. وبعد مسيرة حافلة رحل سمير الإسكندراني عن الحياة في 13 أغسطس من عام 2020 عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض، ليترك إرثا فنيا فريدا وتاريخا حافلا بالعمل الوطني. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا من جديد هبة حسين، وشكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدين الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من المحافظات، نبدأه من محافظة القاهرة في درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 27، اسكندرية 33 25، مطروح 32 25، بورسعيد 33 27، الإسماعيلية 37 26. بالنسبة لمحافظة السويس 37 27، العريش 34 25، طابة 37 27، شرم الشيخ 40 31، الغردقة 40 30، الأقصر 43 30، أسوان 43 31، الوادي الجديد 44 28، حلايب 37 32، شلاتين 41 31. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. ولأن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. Yeah.
إلى هنا انتهت نشرة التاسعة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.